ودلوقتي مع تاسع طريق المفضل بالنسبة لي بابوز بيراميد. المفترض المرة دي بقى ان الطريق التاسع ده فهبدأ زي الاول خالص، اعطل من اول واحد كان تايم تايجر. تمام يلا بينا. فين تايم تايجر؟ اهو خد بالشوف. طبعا انا شغلتي هنا اعطل مش اني اجيب خد يو نو ايه من غير نو. انت لسه شفت حاجة حلو القناة بالبرد خد ماشي. فين انت؟ تعالى تعالى خد دي ماشي. بقى الثامن اهو خد خد تاني خد تاني. الله 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 خد من غير نو. ما تفتحش بقى يلا خد كمان بس طريق السلامة. هو كده لونه على الخريطة اللون الأخضر ماشي. يبقى شوفوا كده لو حد سابقه أو هو سابق حد. بس الفرق كبير كده. تمام تمام يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا يلا بينا. يلا 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 حط الازازه هنا عشان يخش يتغفل على طول يجي ياخد ازازه في وشه. يلا بينا 1 2 3 حاجة حاجة. ودلوقتي مع التحدي التاني سيب لهم لفة كاملة واغلبهم. كان في فيديو كنت عامله سبت لهم لفتين في طريق خمس لفات ولعبت بالكيبورد وغلبتهم. ممكن تشوفوا الاي اللي فوق. ودلوقتي تكون عدت لفه كامله ماشي. لسه في ثلاث لعيبه ورا شايفهم على الخريطه. يلا بينا. صندوق برضه وانا التام في محددين عليا بلف ماشي. هيا بينا هيا بينا هيا بينا. لا متأخرين جدا 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 يا ولد الصواريخ. مالي ده يا ولد الصواريخ. هو انا عامل شفرة صواريخ ولا ايه؟ لا صواريخ برضه صواريخ برضه صواريخ برضه. ايوه كده ايوه كده دلعني. ما لعبتش حلو بس ماشي تمام. المركز اول ونخش على الطريق اللي بعده على طول ما نضيعش وقت.